روايه الحديث بالمعنى كلام فيها كثير من اكابر السلف فدا بس لمنعه منهم ثم الموافق عبد الله بن عمر والحق ان العرب كل العارف تبذل لفظه لغير العارف والحق ان العرب كل العارف تبذل لفظه لغير العارف وروايه الحديث بالمعنى طلع فيها كثير من اكابر السلف فدا بس لمنعه منهم ثم والحق أن العرب كل العارف تبديل لفظه لغير العارف والحق أن العرب كل العارف تبديل لفظه لغير العارف.